بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ النهاردة الفيديو بتاعنا بعرض بعض السيارات الموجودة في المعرض بتاريخ 10/4 يوم السبت. معانا دلوقتي أوبل جراند لاند، زي ما حضراتكم شايفين كده، دي أعلى فئة أوبل جراند لاند إكس 2021 لون نبيتي. ومعانا دلوقتي كيا سبورتاج أعلى فئة أبيض، ومعانا سبورتاج أول فئة فراني، ومعانا إم جي زد إس تاني فئة لون أزرق، ومعانا شيري تيجو 3 موديل 2021 لون أبيض، ستروين سي 3 اير كروس موديل 2021 فئة تانية، سوزوكي فان لون أحمر، تويوتا كرولا الفئة الرابعة، فتحة سقف وشاشة وكاميرا وجنط بخاخات للزينو، رينو داستر موديل 2021 الفئة التالتة، نيسان صاني الفئة التانية، سبويلر وجنط وفامي دارا مالت، مايكروباص كينج لونج. طبعا الفيديو ده معمول لعربات الزيرو. معانا هنا برضو فيات تيبو هاتش باك الفئة الأولى، معانا بيجو 508 توب لاين اللي هي جي تي لاين يعني لون أبيض، معانا تويوتا كرولا أول فئة لون فراني، هيونداي إلنترا الفئة التانية فتحة سقف، معانا العربيات دي مستعملة، سوزوكي فان سوري سوزوكي سويفت هاتش باك موديل 2021 كاملة طبعا لون أحمر، نيسان صاني الفئة الأولى. الفيديو معمول لعربيات الزيرو. أي حد عايز يستفسر بقى عن أي عربية من دول يقدر يشرفنا في المعرض 30 شارع أحمد عرابي المهندسين بجوار بيتك، معرض سيارات عبده. معانا ام جي 6 موديل 2021 دي لاكشري فرش اسود، ليه اعلى فئه بس فرش اسود، رينو ميجان توب لاين علي دي اعلى فئه، سقف مهرمة وجنط كله. طبعا في هنا هيونداي توسان دي الفئه الاولى لون ابيض زي ما حضراتكم شايفين كده، دي توسان فراني مش بعد اللي بس دي الفئه الرابعه الرابعة، والتوسان البيضة دي برضو الفئة الرابعة. والتوسان دي الفئة الأولى فراني، ودي بي ام 320 الفئة الأولى طبعا من غير فتحة سقف. في هنا برضو جي ال سي 300 اكس دي موديل 2021 كاملة ما عدا الكاميرات 360 وبروجيكتور، اودي كيو 7 بريميوم اعلى فئة طبعا كواترو زي ما حضراتكم شايفين كده ابيض فرش جملي. طبعا العربية دي برضو ديفندر فيرست اديشن لاند روفر 2021 باللون المكن، طبعا العربيات دي مستعملة برضو، اللي محتاج حاجة فيهم برضو ممكن يتكلم. الرينج روفر فيلار موديل 2021 الفئة اللي هي أعلى فئة، بس ناقصة طبعا الوش يعني مش دايناميك، خلينا نتكلم إن هي مش دايناميك. في هنا برضو سكودا كودياك، معلش بقى طبعا الغطيان لسه محطوطة على العربات، لسه احنا بنصور حاليا الساعة 10 الصبح فلسه بنفتح المعرض. سكودا كودياك اعلى فئة 1400.
كيا سبورتاج الفئة التانية. شوفوا اللي الدباب، اي حد محتاج اي حاجة في العربيات دي ان شاء الله يقدر يشرفنا في معرض سيارات عبد الله. سيارات عبد الله 30 شارع احمد عرابي المهندسين بجوار بيتك. المعرض ما يتوهش. طبعا في غير العربيات دي كتير برضو في المخزن، انا بس لسه ما ايه ما حصلتهاش يعني. طبعا الناس اللي ما اشتركتش في القناة تدوس على علامة الاشتراك وتدعمني، علشان ان شاء الله اي حد محتاج اي حاجة يقدر يشرفنا في المعرض 30 شارع احمد عرابي المهندسين، هيلاقي طلبه ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.